بالنسبة للحادث السابع علي لا تتذكر شون صار الحادث هنا تعرف بالبيت عفوا انه يعني قومون انا كنت بها نوعا ما ضايج وتعبان قوموا سووا السطح قوموا سووا السطح راح تمطر الدنيا وانا ضايج قلت خلنا نصعد السطح صعدنا يا سنه هاي 2011 الساعه الثانيه ظهرا جاي نشتغل بالسطح كانت الشنكوتها راح زايد واحنا اشتغلنا ونسينا الشغل وانا كنت كان عندي ظرف جدا ضايج سحقت على طرف الشنكوه وبالتالي انقلبت من انقلبت انا وين طحت على حافة البرميل وبالتالي صار ظهري بهذا الشكل صار ضرر بالنخاع الشوكي وتهشم فقر 12 شكرا لله ما صار قطع لو صار قطع كانت الامور الحمد لله كان ضرر وكان ما حد بيت نسوان وهو سقوة يلا ودوني للمستشفى والحمد لله والشكر على كل حال الحمد لله وحاليا نقول الحاله الاجتماعيه بالنسبه لك متزوج ولا بعد انا بعد ما متزوج انه انا حتى لو كنت امشي لما نكون جاهز يلا اتزوج لانه شفت اللي يمي وشفت ربعي ما متزوجين يعني ما كانوا جاهزين وتزوجوا كيف كانت حياتهم سلبيه جدا انا الحمد لله والشكر خلي اذكر لك موضوع انا وصلت الى مرحله جدا متطوره لانه انا الحمد لله والشكر انتقلت من الكرسي للعكازه الرباعيه الان انا فقط عندي ضعف بالاطراف السفلى والاصابع الاقدام ما جاي اتحركن وجاي امشي على مسند خلي اذكر لك على موضوع لان جدا مهم بالنسبة للعلاج طرقت كل الأباء المحافظة ما استجابوا لي أرسلت تقارير لأكثر من دولة علاج يكلف 12,000 دولار أنا أرجع للحياة تونسوا الأطباء وتفاجئوا لأنه جاي يتنقل وعندي سيطرة على السبيلين قالوا أنت واصل مرحلة جدا وحالتك ما ميوس منعتها مدة العلاج 30 شهر قال إذا ما رجعك تمشي على العكازة والمبلغ 12,000 دولار ممكن أنا أعود للحياة طرقت باب المحافظة الناس الخيرين بأي دولة علاجك كان؟ دولة الهند إنه أنا أحتاج إلى حقن مثل خلايا جذعية تأخذ من الأطراف الصحية العظام وبالتالي يعني يحقنون هاي الخلايا الميتة علشان تنشط وبحاجة لتحفيز النخاع الشوكي مثل القسطرة للنخاع الشوكي على أمل إذن أخ علي عمر زميل وصديق والأخ إن شاء الله أتمنى لك الصحة والعافية دائما نتمنى ما طرحته أن يصل الجهة المعنية بخصوص علاجك خارج العراق ونشوفك بحسن حال ومن نجاح إلى آخر شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشكرا لفريق المربد على دعمكم لذوي احتياجات خاصة وسعد جدا بشكرا